طيب طالما بنتكلم عن applications، تعال نشوف بقى what type of applications احنا متوقعين ان احنا نشوفها في الانترنت اوف ثينجز. شكل الابلكيشنز دي ايه؟ الحقيقه بنقسمها ككاتيجوريز. الكاتيجوريز دي اول كاتيجوري هي الهوم كونسيومر كاتيجوري. احنا قلنا number of devices اكتر في الهوم، ففي كم من الابلكيشنز هيكون في الهوم، مع ان الكم الابلكيشنز كم الكونكتد ديفايسز اللي في الهوم هيكون كتير وكم الابلكيشنز هتكون كتير، لكن الريفينيو جنريتد من الابلكيشنز دي مش هيكون كتير. هنعرف ليه بعد كده. في برضو جزء كبير من الابلكيشنز في الترانسبورت والموبيليتي، ولما بنقول هنا ترانسبورت وموبيليتي بنتكلم على عربيه، بنتكلم على بابليك ترانسبورتيشن، برايفت كار، بنتكلم على بايكل، بنتكلم على اي حاجه بتتحرك انكلودنج الشوز حتى الجزم، يعني كمان دي محطوطه في الموبيليتي. وفي قلنا في ديفايسز في البادي في الهيلث، هناخد اكزامبلز على كل حاجه من دول. وفي مجموعه من الابلكيشنز فور البيلدينج مانجمنت، ومجموعه من الابلكيشنز فور السمارت سيتيز والاندستريال ابلكيشنز. قبل ما اخد اكزامبل على كل واحد من دول، عايزين نشوف الامباكت بتاع ده قد ايه على الجوب ماركت. لو احنا بنقول ان هيبقى في 50 مليار ديفايس، ليتس اسيوم النمبر ده. في نمبر تاني قلنا ان هو بقى 28، طب ليتس ستارت بال 50 ده عشان الحسبه تبقى سهله. 50 مليار ديفايس، لو فرضنا ان كل 1000 ديفايس هيطلع لهم 1 ابلكيشن، الحقيقه الوضع مش كده، احنا عارفين ان الموبايل فون الموبايل از 1 ديفايس في ديفرنت براندز، لكن طلع له كم كبير من الابلكيشنز. فاحنا هناخد كده كونسرفيتيف فيجر، نقول كل 1000 ديفايس شبه بعض هيطلع لهم اونلي 1 ابلكيشن. يبقى لما نقسم 50 مليار على 1000 يطلع لنا 50 مليون ابلكيشن. لو فرضنا ان كل ابلكيشن بيشتغل فيه 5 سوفت وير جوبز، سولوشن اركتكت واحد بس، بروجرامر واحد بس، سيستم انتجريتور واحد بس، تكنيكال سبورت انجينير واحد بس، تكنيكال بري سيلز واحد بس. طبعا مفيش ابلكيشن بيشتغل فيه واحد من كل دول، اكيد اكتر، بس احنا واخدين برضو رقم كونسرفاتيف عشان نبقى بناخد استيميتس نحولها لارقام صغيره از اف ات از فاكت. يعني لما تصغر الرقم بتاع الاستيميت قوي يبقى هنتصرف عليه كانه فاكت واقع حقيقه. هنلاقي الرقم ده طلع 250 مليون سوفت وير ريليتد جوب. 250 مليون سوفت وير ريليتد جوب، يعني احنا في مصر اولموست 90 مليون بما فيهم البيبيز بما فيهم السينيورز. لو احنا قدرنا ناخد 10% من الجوب ماركت ده هيبقى كتير علينا جدا. لو احنا بس خدنا 5% من الجوب ماركت ده which is a software related لل IoT للانترنت اوف ثينجز، this مش هيخلي عندنا بطاله خالص، مش يعني مش هنلاقي وقت فاضي. زي ما انديا اتشهرت كده انها بتاعه السوفت وير ديفلوبمنت، why not ان احنا نبقى احنا بتوع الاي او تي ابلكيشنز ديفلوبمنت. تعالوا ناخد اكزامبل على كل واحد من الفايف بيلرز دول. يوجوالي لما بنتكلم على الهوم كونسيومر بنذكر اكزامبل كده يمكن كل الناس دلوقتي بقت سامعاه، ان هنقول اوكي لو الثلاجه بتاعتي كونكتد على الانترنت وات وود هابن؟ ان نوت شيل كده ممكن حضرتك تفكر ان اوكي في سنسورز في الثلاجه هتبقى عارفه الثلاجه بتاعتي فيها ايه. لما الحاجات اللي في الثلاجه دي تخلص تقل، الاقي الثلاجه دي بتبعت لسوبر ماركت كلاود سيرفيس. السوبر ماركت كلاود سيرفيس دي الثلاجه هتاوردر منها وات از ميسنج، والاقي نفسي بعد شويه حد بيخبط على الباب يقول لي دي الحاجات اللي ناقصه عند حضرتك في الثلاجه وتمنها وصل خلاص خدناها من الموبايل وولت بتاعتك. طبعا ده اتس ان اكزامبل بيشرح لنا البروسيس هتكون تخيليه شكلها ايه، لكن ذيس از فاني. ده يعني اتس نايس تو هاف اف ات هابنز، لكن لو ما حصلش الكلام ده ما حدش هيزعل، مفيش مانديت ان الثلاجه تعمل كده. اتس ا بلس اف ات هابنز ذيس از لوجيريس. فعشان كده بنقول النوع ده من الابلكيشنز مش هيكون كتير ولا حاجه، لكن الثلاجه لما تبقى كونكتد هتحصل حاجه ثانيه خالص هنفهمها اكتر لما نتكلم على الموبيليتي والترانسبورت.
تعالوا ناخد اكزامبل في الموبيليتي والترانسبورت. وات وود هابن لو العربيه بتاعتي كونكتد على الانترنت؟ قبل ما ناخد الاكزامبل ده اسمحوا لي اقول لكم اكزامبل بسرعه. ايه اللي بيحصل لو انت عربيتك حصل فيها عطل النهارده؟ انت اشتريت عربيه جديده، مع العلم ان اي عربيه تشتريها من الماركت النهارده مليانه سنسورز اوريدي، وفيها بورد بنسميها اون بورد دياجنوستكس بورد بتلم داتا من السنسورز دي في العربيه عشان تطلع لك على الداشبورد لمبه تنور لما الزيت يكون قليل، لمبه ثانيه تنور لما تكون في مشكله في الفرامل، وهكذا. لو عربيتك فيها مشكله حضرتك بتتصل بالسيرفيس سنتر، تاخد ميعاد من خدمه العملاء، يدي لك ميعاد بعد اسبوع بعد 10 ايام، تروح تديهم العربيه. ان 5 مينتس بيوصلوا فلات كيبل كده على الاون بورد دياجنوستكس بورد دي، يلم الداتا اللي موجوده في العربيه في البورد، يعرف منها ان انت عايز تغير كيل وطنابير وفرامل، يعني كيل الفرامل وطنابير العربيه، وجايز عايز تغير دي، يجيب لك كشف كده بسرعه يقول لك هنغير دول، الحاجات دي عايز تتغير، لو انت موافق عليها تقعد معانا بقى لاخر يوم نغيرها. نيجي في اخر اليوم نقول لك غيرنا كل حاجه بس للاسف مش لاقيين الطنابير، عشان الطنابير المركب اللي جايبها متاخره في السوق، متاخره في الشحن نتيجه ان البترول رخص بقى وبيلفوا حوالين قناه السويس، فبياخد وقت اطول. هتجيلنا بعد 15 يوم ان شاء الله تكون الحاجه دي جت. تيجي بعد 15 يوم تلاقي اللي انت عايزه جه او ما جاش، وتيجي بعد اسبوع تاني. لكن الاكزامبل هنا لو انا كونكتد، لو عربيتي كونكتد بتبعت الداتا اللي بتلمها من السنسورز اللي في عربيتي دي 24/7، يبقى انا مش محتاج اتكلم خدمه العملاء، ده هم شايفين ايه اللي بيحصل في عربيتي باي ديفولت، شايفين ايه اللي بيحصل في عربيتي 24/7. اللي هيحصل ان خدمه العملاء هي اللي هتكلمني وتقول لي احنا شايفين المشكله اللي موجوده في العربيه بتاعتك، والمشكله دي بسيطه ما تقلقش، او دي سيفير بروبلم ذيس از ايرجنت، حضرتك اركن وبعدين هنبعت لك ورش مثلا. طالما هم شايفين عربيتي 24/7، نفس الكلام ده هيكون في الهوم ابلاينس. فلو الثلاجه او الغساله او التكييف كونكتد، مش عشان اولع التكييف قبل ما اروح البيت، ولا عشان الثلاجه بتاعتي تاوردر الحاجات اللي ميسنج في الثلاجه، لكن علشان السيرفيس سنتر اللي بيديني الخدمه دي، اللي بيشرف على صيانه الاجهزه بتاعتي اللي في الهوم ابلاينس بتاعتي، يبقى شايف ايه اللي بيحصل في الهوم ابلاينس دي ريموتلي 24/7، ولما يكون فيها مشكله هو اللي يكلمني ويقول لي احنا شايفين مشكله فلانيه، ممكن العدد المعدة مناسب لحضرتك، نيجي نعمل الصيانه. كمان هو مش هيجي يعمل استكشاف ويقول لي اصل دي ناقصها كذا وناقصها كذا، وقطعه الغيار دي السبير بارت ده مش معايا هبعت اجيبه، هو هيبقى شايف المشكله ان ادفانس قبل ما يجي ريموتلي، هيجيب معاه السبير بارت دي وهو جاي. فانا هاخد السيرفيس برو اكتفلي وهاخدها اون برومبت ريسبونس. في الاكزامبل بتاع العربيه اللي اتكلمنا عليه، طالما السيرفيس سنتر شايف ايه اللي بيحصل في العربيه، هو كلمني برو اكتفلي كويس، شايف المشكله عندي، وفي نفس الوقت والمشكله بتحصل هو شايف العربيات بتاعه الكاستمرز بتوعه كلهم حالتها ايه وهي ماشيه في الطرق، فشايف ان مثلا عنده 2000 عربيه محتاجين طنابير، و5000 محتاجين تيل، و4000 محتاجين زيت، شايف الكلام ده ان ادفانس قبل المشكله ما تحصل، فهي اوردر السبير بارتس بتاعته من السبلاي تشين بتاعته ان ادفانس، مش لما انا اروح ويقول لي مفيش طنابير عشان المركب اتاخرت في الشحن، مفيش السبير بارتس عشان ما لحقناش نجيبها، ده هو شايف النيدز وهي بتحصل، فعنده مش بقى فوركاست، ده عنده فيري جود استيميت عن هو عايز سبير بارتس قد ايه، فهي اوردر السبير بارتس دي. فكمان الاوردرنج بتاع السبلاي تشين، مانجنج السبلاي تشين كمان اختلف، بقى بيحصل بطريقه ماتش مور ادفانسد. طيب ايه تاني؟ الاكزامبل بتاع البيلدينجز هاخده، وبعدين اخد الاكزامبل بتاع الهيلث، او مفيش مانع نبتدي بالهيلث الاول بالبادي. لو احنا بنقول الهيلث والبادي، في ناس طبعا بتتوقع ان اكيد هيبقى في ويرابلز علشان اكسرسايزنج، ونشوف هاو هيلثي يور لايف از، يعني انت بتحرق كالوريز قد ايه بير داي، فتقدر تبقى ماشي على نظام ريجيم كويس يخليك هيلثي، برضو دي ذيس از نايس تو هاف، لكن اللي هيبقى موجود في الهيلث الحاجات اللي بتحل مشاكل كرونيك، يعني الناس اللي عندها
سكر، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، دي مشكلة سيفير والشخص عايش بيها. الشخص اللي عنده سكر، هناخد الاكزامبل بتاع السكر مثلا، اللي عنده سكر لازم يراقب السكر بتاعه. طبعا احنا عارفين اجهزة مراقبة السكر دي، الواحد بيقيس السكر بتاعه وبيشك نفسه كده كل يوم، يعرف مستوى السكر قد ايه، اذا كان عالي ممكن ياخد ادوية بتاعته، اذا كان عالي قوي يبتدي ياخد حقن انسولين. لكن لما يكون بقى هنا في ديفايس بتشتغل زي البنكرياس، فيها بدل حقنة الانسولين دي يكون عندنا بامب فيها كمية كبيرة من الانسولين ونحطها جوه جسم البني ادم، هيحصل ايه؟ التحليل بتاع السكر ده بدل ما يبقى بشك، لا هيبقى الجهاز اللي مزروع جوه جسم الانسان ده هو اللي بيحلل كمية السكر قد ايه، وبناء عليها ياخد قرار ان البنكرياس الصناعي ده، البامب بتاعت البنكرياس دي، انجكت انسولين. فتفضل العملية ماشية بالطريقة دي. وطبعا ريموتلي لازم تبقى المستشفى او الدكتور اللي بيشرف على الحالة دي شايف ان الحالة دي نسبة السكر بتاعتها قد كده وحصل لها انجكشن قد كده، فماشية كويس والدنيا ماشية ستيبل. في اكزامبل تاني بتاع البيلدينجز والانفراستراكشرز، هاخده علشان اوضح بالاتنين دول حاجة مهمة قوي. في البيلدينجز النهارده ممكن بعد فترة كده من عمر البيلدينج نبتدي نقول البيلدينج ده مال شوية أو حصل فيه بريشر زيادة، فنجيب مهندس من في مصر كده، بنجيب مهندس من الحي يبص على البيلدينج من بره يقول لنا البيلدينج ده قايل للسقوط والناس لازم تعزل. الحقيقة في البيلدينجز احنا بنتكلم والانفراستراكشر ان جنرال، يعني الرودز والطرق والكباري، هيبقى فيه سنسورز بتاعت البريشر والتنشن مزروعة جوه المسلح وجوه الأسفلت عشان تراقب التنشن والبريشر اللي على المسلح ده، اللي على السقف ده، اللي على الكوبري ده، اللي على الطريق ده، فيتعمل له preventive maintenance ونقدر نشوف حالته قبل المشكلة ما تحصل. في الكيس بتاعت الهيلث البادي وبتاعت الانفراستراكشر، السنسورز اللي محطوطة جوه المسلح والسنسورز اللي محطوطة جوه جسم البني آدم، الحاجات دي electronic devices، عايزة باتري، عايزة باور عشان تشتغل. طب احنا if we look at the mobile phone connected على الانترنت و if you're browsing YouTube لمدة ساعتين على 3G الباتري بتاعتك بتخلص خالص. لو بتبراوز اليوتيوب على واي فاي هتقعد اكتر من ساعتين، بس ستيل الواي فاي وال 3G they are consuming الباتري بتاعتك بسرعة جدا. طب لو الجهاز ده مزروع جوه جسم البني ادم او الجهاز ده محطوط جوه المسلح او جوه الاسفلت بتاع الطريق، يبقى الباتري بتاعته دي هتكونسيوم باور تعيش قد ايه؟ هنمشي البني ادم بتشارجر، فلازم نلاقي طريقه ثانيه تمانج بيها الباور، او طريقه ثانيه نغير بيها البرفورمانس بتاعه النتورك، نخليه النتورك دي داز نوت كونسيوم الباور بتاعه الديفايس. هنتكلم عن الحكايه دي في الامباكت على الكونكتيفيتي في سلايد بعد كده، لكن هاخد اكزامبل من السيتيز والاندستريال سيتيز سبيسيفيكالي جوه المصانع. احنا عارفين ان المصانع النهارده بيتعمل لها اوتوميشن وريموت مانجمنت ومونيتورنج عن طريق سيستمز اسمها سكادا سيستمز، الناس بتوع الاوتوماتيك كنترول والاندستريال اوتوميشن عارفين الحكايه دي. سكادا سيستمز دي عباره عن كمبيوترز، اندستريال كمبيوترز موجوده جوه المصانع بتجمع داتا من السنسورز والديفايسز اللي راكبه في المكنه اللي في المصنع النهارده. المكنه دي طالما فيها ديفايسز كتير بتبقى غاليه، وكمان السكادا سيستمز دي بتبقى غاليه، والسيت اب بتاعها والديفلوبمنت بتاعتها والمينتنس بتاعتها بتبقى مكلفه. في الكيس بتاعت الانترنت اوف ثينجز، البلاتفورمز بتاعت الانترنت اوف ثينجز اللي هنتكلم عليها بعد شويه، الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز ار ريبليسنج السكادا سيستمز، هتريبليس عدد كبير من السكادا سيستمز لانها اتس ايزير تو يوز، ات از ايزير تو مانج، ات از ماتش ايزير تو ديفلوب، الكوست بتاعتها مش مكلفه بنفس التكلفه بتاعت سكادا سيستمز، فهتريبليس عدد كبير من السكادا سيستمز. اللي ما عندوش سكادا سيستم النهارده عشان المصنع اللي مش قادر يأفورد سكادا سيستم، اذا كان مصنع صغير بيعمل منتج صغير مش قادر يأفورد الكوست بتاعت سكادا، هيقدر يأفورد الاي او تي ابلكيشنز دي، ان هو يبقى بيمونيتور ويكنترول الماشينري اللي عنده في المصنع يوزنج الاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز. هسيب بقى الاكزامبلز بتاعت الابلكيشنز دي، وكده احنا شفنا الامباكت على الجوب ماركت، واضح كده فهمنا من الاكزامبلز دي ان نمبر اوف ابلكيشنز هيكون كتير جدا.
estimated number of jobs هتوصل ل 250 مليون سوفت وير ريليتد جوب. الريفينيوز كلها جايه الماجوريتي بتاعتها من الابلكيشنز. تعالوا نشوف امباكت على حاجه ثانيه.